حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم ونبارك لكافة أبنائنا الخريجين وذويهم هذا التميز، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العملية والمهنية القادمة. مشاهدينا، ومن جامعة الشارقة إلى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، حيث نظمت المؤسسة دورة ريادة الأعمال في عالم الذكاء الاصطناعي والتحول الذكي، وتناولت الدورة عدة محاور ناقشت أهم التحولات الذكية وعالم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات. وللحديث أكثر عن هذه الدورة المتميزة، يسعدنا أن نستضيف اليوم في الاستوديو الأستاذة أماني شعبان محمد، رئيس قسم التدريب وتطوير الأعمال بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير أستاذة. أهلا بك، مساء النور. حياك الله. أهلا بك. في البداية نوضح للسادة المشاهدين نبذة عن هذه الدورة، دورة ريادة الأعمال في ظل تطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لتلفزيون الشرق، وشكرا لك يا أختي عليا لاستضافتكم لينا. في البداية حابة أقول أنه دورة ريادة الأعمال في ظل الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية هي أول دورة بنبتدي بيها عام 2020 ضمن خطة المؤسسة وخطة التدريب. مركزين في 2020 أنه تكون الدورات تحاكي توجهات الدولة لعام 2021، وتكون تستهدف التحولات الرقمية يعني تماشيا مع توجهات الدولة وتحقيقا لمئوية الإمارات 2071، ومن أهمها محور الاقتصاد باستخدام التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة المبتكرة نعم. هذه الدورة ما أهميتها لقطاع ريادة الأعمال على وجه التحديد، ومن هم الفئة المستهدفة كذلك؟ أول هدف هو تعريف المشاركين بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه في أنشطتهم الحالية، وتجهيز وتحفيز جيل جديد لإنشاء شركات بتقنيات حديثة وتحولات رقمية تحاكي الأعمال الجديدة وتكون ليها سهلة الوصول للمستهلكين. نعم، ما شاء الله. هناك يمكن محاور رئيسية تم التطرق لها من خلال هذه الدورة؟ ده حقيقي. أهم المحاور هي التقنيات الجديدة في التكنولوجيا الحديثة. أول حاجة الذكاء الاصطناعي والتعريف به وكيفية أنه محاكاة للعقل البشري. نعم. تقنية البلوك تشين، كمان الطباعة ثلاثية الأبعاد، الإنترنت الأشياء، والطيارة بدون طيار. نعم. فحبينا نعرف المشاركين بأحدث التقنيات للذكاء الاصطناعي ويشوف إيه المناسب لتطبيقه في المشاريع القائمة الموجودة. نعم. هناك يمكن معايير أساسية لنجاح أي مشروع ريادي في العصر الرقمي، فما هذه المعايير وهل تم كذلك أتطرق لها من خلال هذه الدورة؟ أول شيء مهم جدا لأصحاب المشاريع القائمة إن هم يكون ليهم منصات رقمية موجودة على الإنترنت. ما أهمية هذه المنصات؟ لازم يروج عن منتجاته وتسويق. دلوقتي كل واحد فينا يوم ما يحب يوصل، أنا منهم مثلا وأكيد حضرتك منهم. نعم. إذا عايز يوصل لأي معلومة أو لمنتج، أول حاجة بيعملها إنه بيتصفح الإنترنت. صحيح البحث. وبالتالي إذا هو مش موجود على منصات التواصل الاجتماعي أو موجود على أو بيستعمل الاقتصاد الرقمي لتوصيل منتجاته إلى المستهلكين، هيبقى هو الخسران. نعم. مش هيقدر ينافس في السوق. وبالتالي هو كان أهم أو أهم المعايير هي أنه يكون عنده منصات تواصل اجتماعي، يكون عنده اقتصاد رقمي. نعم. في مشروعه يحاول يتوجه إلى تخفيض تكاليفه باستخدام التكنولوجيا الحديثة. نعم.
يمكن في هذا العصر، عصر الثورة الصناعية، يمكن أهم مقوم من مقومات النجاح يمكن قاعدة بيانات كبيرة. صحيح. جمع أكبر عدد من البيانات يمكن تسهل للوصول لأكبر شريحة من المستهدفين والزبائن لهذا الرائد العمل. ومثل ما ذكرتي كذلك تخفيض التكاليف من خلال استخدام تطور التكنولوجيا. صحيح. توظيف التكنولوجيا للاستغناء يمكن عن بعض الموظفين، فخصوصا في نشأة هذه الشركة تحتاج بقدر المستطاع إلى التقليل من هذه التكاليف. نعم التكاليف يعني. ويمكن كذلك أيضا قطاع ريادة الأعمال من يعتبر عصب مهم في الاقتصاد لكل دولة، فما أهمية دعم هذا القطاع على وجه التحديد من خلال هذه الدورات التي تقيمونها؟ طيب، مبدئيا حابة أقول أنه الفرق ما بين المشروعات اللي بتتاجر عن طريق المنصات الرقمية تفوق برقم 6 تريليون دولار من المشاريع التجارية. نعم. وبالتالي إذا كان صاحب المشروع لم يتجه إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح هو متأخر. صحيح. في اللي بنسميها إحنا البوزيشننج، يعني إنك أنت يبقى ليك موقع في السوق ضمن المنافسين. خلاص، فهو مهم جدا إن هو يكون ليه تواجد. نعم. ومهم جدا إن هو يكون فاهم وعارف في التقنيات دي، وده هدف رئيسي في المؤسسة، ان احنا وجهنا 2020 انها تكون اغلبها برامج موجهة في التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي. نعم. اليوم ما شاء الله يعني خلال هذه السنة، سنة 2020، يعني حاكم الشارقة الله يحفظه اعتمد اكبر موازنة في تاريخ الإمارة. الله يحفظه. يعني كانت بقيمة 29.1 مليار درهم. صحيح. يعني وجزء كبير من هذه الموازنة يمكن خصص لدعم الاقتصاد. فمن هذا الباب ومن أهمية وجود يعني رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعني في ظل هذه الرعاية والدعم وتوفير الدورات من قبلكم رواد ما شاء الله، يعني يمكن لا يوجد عذر لشبابنا اليوم أنهم ينخرطون في هذا المجال ويعني الإقدام على. صحيح. هذه الخطوة. مثل ما ذكرتي التحول الذكي والتطور والذكاء الاصطناعي متجدد وسريع. صحيح. نعم، فكيف يتم مواكبة هذه السرعة والقفزات في هذا المجال من قبلكم؟ طيب، أنا هستعير آخر كلام قلتي اللي هو الدعم المقدم من الحكومة للشباب. نعم. وبتقولي ما لهمش عذر، يعني أن هم يبتدوا أن هم يعني ينشئوا على الأقل منصات وتطبيقات صغيرة ممكن من البيت. وفي جهات كتيرة وإحنا أولهم ندعم الشباب في حتى في بداية مراحل المشروع الصغير يعني. نعم. كمان الذكاء الاصطناعي ساعد مش بس الشباب في ريادة الأعمال، ساعد الحكومة اللي هي كمان هتقدر بعد كده تقدم الدعم المناسب للشباب ده. فعندك مثلا في حوالي 250 مليون معاملة ورقية سيتم الاستغناء عنها باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء. صحيح. الاصطناعي. في عندك 190 مليون ساعة تهدر سنويا في الانتهاء من هذه المعاملات. نعم. عندك مليار كيلومتر مربع مسافة تقطع لإنجاز هذه المعاملات. سيتم استبدال هذا واختصار هذه المدة الزمنية والجهود بتقنيات الجديدة والحديثة، وده هيوفر يعني للحكومة أن هي تستثمر في أمور أخرى يعني. نعم. وبالتالي إحنا لازم نكون تماشيا مع هذه التوجهات، ندعو كل الشباب ان هم في يعني لازم يحضروا الدورات، لازم يفهموا اكتر المعرفه والوعي بالتقنيات الجديده والتوجهات للدوله، ده هيساعدهم ان هم يبتدوا. والنهارده نعم. يعني سمو الشيخ محمد قال في قمه الحكومات اخر مره انه المستقبل لا ينتظر. صحيح. وانه المستقبل لمن يتخيله ويصممه وينفذه. نعم. فما فيش أكتر من كده، إن إحنا يعني إحنا بنحاول عن طريق الدورات التدريبية والدعم اللي بتقدمه مؤسسة رواد سواء كان فني أو مالي، إن إحنا ندعو كل الشباب إن هم يبتدوا في الاستثمار
في التقنيات الجديدة. نعم، نتحدث عن الدعم الذي تقدمه مؤسسة رواد، يمكن من خلال الورش والمحاضرات وتزويد هؤلاء رواد الأعمال. يمكن أستاذة أماني الصعوبة تبدأ في نقطة الانطلاق لهذا الرائد رائد العمل، يمكن من الصعوبة أنه كيف أبدأ، كيف أدخل في هذا المجال، فما نوع الدعم الذي تقدمونه لهم؟ بداية قبل ما يبدأ لازم يكون عنده الشغف، الرغبة في أنه يبتدي مشروع خاص به. نعم. ولا ينتظر الوظيفة. يعني بمجرد انت ما تلاقي عندك فكرة، والفكرة محتاجة انك انت بس يكون ليك شغف وتبتدي تجربها. نعم. الشغف والرغبة وانك انت تبتدي المشروع تقدر مباشرة تتقدم لمؤسسة رواد أو أي مؤسسة داعمة في أحد الإمارات الموجودة في الدولة. احنا بنقدم أنواع عدة من الدعم، أهمها الدعم المالي وهو دعم مباشر من المؤسسة أو عن طريق مصرف الشرق الإسلامي. نعم. التمويل المباشر من المؤسسة بيكون عبارة عن بدون فوائد وفي فترة سماح سنة في بداية المشروع، وبعدين بيتم الاتفاق على تسديد المبلغ على سنتين. نعم. أو عن طريق المصرف بتنطبق عليه نفس الشروط، ولكن بيكون بشروط البنك، ولكن برضو مسهلة لرواد الأعمال. نعم. النوع الآخر من الدعم لبعض المشاريع التي لا تحتاج تمويل، وهو إعفاء من رسوم الجهات الحكومية، وده بمرسوم صادر من المجلس من سمو الحاكم والمجلس التنفيذي، أنه جميع الجهات الحكومية تعفي مشروع الوطني لأبناء البلد من رسوم الجهات الحكومية. والدعم الآخر بنسميه الدعم الفني، وهو عبارة عن الدورات التدريبية التي تقيمها المؤسسة، ودي خطة سنوية تزيد عن 20 برنامج تدريبي ودبلومات مهنية تخصصية وبرامج خاصة للمهتمين في قطاع ريادة الأعمال. الدعم الآخر هو المشاركة في المعارض سواء كانت محلية أو دولية، والاستشارات الإدارية التسويقية المالية موجودة في المؤسسة والمجانية لأصحاب المشاريع. نعم. هذه الدورات التي تقدم هل هي فقط موجهة لأصحاب المشاريع القائمة، أم أن اللي حاب أن يطلع أو أنه مقبل على مشروع معين؟ جميع دوراتنا يعني إحنا عندنا ثلاث فئات أساسية في الدورات التدريبية. الفئة الأولى هي أصحاب المشاريع القائمة اللي لديهم مشاريع قائمة ويحتاجوا أن هم يطوروا أو يتوسعوا في مشاريعهم. الفئة الثانية هي فئة أصحاب الأفكار بمختلف أعمارهم، حتى من السن الصغير، كنا لسه انتهينا من مبادرة نجوم الأعمال. نعم. وهي صحيح. تشجيع الطلبة الصغيرين، طلبة المدارس وطلبة الجامعات على الولوج في عالم الأعمال الحر. نعم. وعندنا فئة ثالثة وهي فئة ممثلي الجهات الحكومية المعنيين بقطاع ريادة الأعمال، واللي ليهم احتكاك مباشر مع أصحاب الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار. نعم. يمكن القطاع ريادة الأعمال يمكن والتجارة بشكل عام يعني عالم واسع، يمكن البعض يتخيل أنه لازم يكون في محل معين وفي موظفين، ولكن يعني ممكن استخدام التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، يمكن الحين بعض الأعمال قامت فقط على جمع معلومات. صحيح. يعني جمع المعلومات والقيام بمثلا يمكن ربط بعض المواقع وبالمواقع الأخرى، يعني وإدارة هذا العمل بدون الحاجة لكوادر بشرية، بدون الحاجة ليمكن تكاليف إضافية. صحيح. لهذا المشروع. فيومنا في هذا اليوم، يعني في هذا الزمن، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدير المشروع بشكل كامل بدون اللجوء لطاقات بشرية؟ هي احنا حتى من خلال الدورة عرفنا المشاركين ان في تحولات جذرية في عالم الأعمال بسبب الذكاء الاصطناعي. نعم. كان أهمها الذكاء الاصطناعي بيحصل على البيانات، ما يسمى بالبيانات الآنية، وهي انه يجمع كل البيانات في موقع واحد أو في تطبيق واحد. نعم. كمان يقدر يحلل ويخصص المستهلكين وسلوكهم، ويقدم لك المعلومات دي، وتقدر انت من خلال المعلومات دي انك انت تاخدي قرارك الاستثماري. فربط المنصات
واستخدامها مهم في السهولة والمرونة. الذكاء الاصطناعي من أهم أهدافه أنه هو بيديكي سهولة ومرونة ولين. صحيح. لكن في النهاية العقل الإلكتروني لا يحل محل العقل البشري. صحيح. ولو أن هي والذكاء الاصطناعي محاكاة للعقل البشري، ولكن لابد أن يضار بالعقل البشري. صحيح بالتأكيد. يمكن من بعض الأمور اللي لاحظها على الذكاء الاصطناعي ويمكن كذلك تطبيقها من باب التقريب للمشاهد، مثلا إذا نحن متعودين على الدخول على صفحة معينة، بعد فترة هذه الصفحة تكون نمط معين للأمور المستحبة للشخص اللي يزور هذه المنصة بشكل مستمر، وهذا نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي، ويسهل مثلا نحن نعرف هذا المستثمر أو هذا الزبون، نكون له شخصية مثلا الأمور اللي يحبها، الأمور اللي يقبلها واللي غالبا يكون مثلا يفضلها. فنكون لكل زبون قاعدة بيانات. صح. تختصر الوقت، تختصر الجهد، وتضفي نوع من المفاجأة يمكن حتى للزبون، إنه كيف يعرفون مثلا الأمور المفضلة لكل زبون. اليوم الذكاء الاصطناعي ما شاء الله عالم كبير، وهو يعني من توجهات قيادتنا الرشيدة، وشبابنا اليوم ما شاء الله قادرين على الدخول في هذا المجال بشكل كبير. فماذا نقول لشباب اليوم، وكيف أن ممكن يواكبون هذه القفزات الكبيرة في العالم علشان نكون ماشيين مع القافلة؟ أول شيء أنا بعتبر أن المعرفة والوعي بهذه التوجهات وآخر ما وصل إليه عالم الاقتصاد الرقمي هو أهم خطوة لمواكبة هذا التطور. بدون المعرفة وبدون حضور الورش والدورات التدريبية اللي بتقام في جهات عدة، سواء كانت في الجامعات أو كانت في مؤسسات حكومية أو خاصة، فأنا بشوف إن المعرفة والوعي من الشباب لازم يكون نابع من جواهم علشان يعرفوا، ولا مفر منه. صحيح. التحول الرقمي والتكنولوجيا والتحول الجذري في قطاع الأعمال بسبب الذكاء الاصطناعي أمر كلنا حاسينه، زي ما أنت قلتي، أنت بتخشي مطعم بتطلعي يعملك مقترحات عن نفس الأكل اللي طلبتيه وعن نفس المكان اللي كنت موجودة فيه، وده بيخلي بيانات موجودة وتحليلات موجودة لأصحاب المشاريع، ففي سهولة، ودي بتكون تكلفتها للإعلان مثلا لو هو حابب يعلن عن مشروعه أو شيء، تكلفتها بسيطة. اليوم يعني وسائل التواصل الاجتماعي أغنت يمكن عن الإعلان، محدش بيتنازل عن موبايله في إيده. صحيح. في أغلب الوقت يعني، وتقدري حتى لو أنت عندك مشروع أنك تتابعيه وأنت برا البلد أو أنت مش قريبة من مشروعك، والتواصل مع الزبائن من خلال الرسائل المباشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. بالضبط. نعم ما شاء الله اليوم نشوف يمكن كمية كبيرة من الشباب يعني بادروا بهذه الأمور، ولكن يحتاجون بعض التوجيهات، يحتاجون يعني من يريهم الخطوات الصحيحة للدخول بشكل سليم لعالم الأعمال. أنا بدعو جميع الشباب الإماراتي في كل أنحاء الدولة إن هو أول حاجة يدور على الأماكن أو الجهات الداعمة للمشاريع. الجهات الداعمة لا تشترط إنك أنت يكون عندك مشروع علشان تيجي تحصل على الاستشارة أو إنك أنت تتقدم بفكرة. فما هي إذن الشروط يعني الالتحاق بهذه الدورات؟ بالنسبة للدورات هي مجانية، الدورات والورش الصغيرة لحد 4 أيام هي مجانية لمواطنين دولة الإمارات. أهم شيء يشترط أن يكون عندك على الأقل فكرة حابب أنك أنت تستثمر فيها لحضور الدورات، وده بيسهل عليك أنك أنت تتخصص في أمر أنت ابتديت فيه، أن تكون رؤيته واضحة. بالضبط. نعم. علشان هو يخرج من الدورة عنده المعلومات الكافية إن هو يبتدي. بمجرد ما بيحضر الدورة التدريبية يقدر إن هو يزورنا في المؤسسة أو عن طريق التليفون أو عن طريق، بما إن إحنا مؤسسة كمان تتماشى مع توجهات الحكومة، ابتدينا نعمل أتمتة للعمليات في تقديم الأوراق والمعاملات لأصحاب المشاريع، فيقدر يقدم ورقه وفكرته عن طريق الويب سايت محفوظة، وبيتم الرد عليه خلال يعني 7 أيام عمل بالموافقة على الفكرة.
في فريق استشاري في المؤسسة بيجي يناقش معاه الفكرة، يديله أفكار في تعديل الفكرة، في إمتى يقدر يبتدي، ولو احتاج لدعم مالي موجود أو احتاج لتخفيض الرسوم موجود، أو حضور الدورات التدريبية مؤقتا لحد ما يتمكن من البدء في الفكرة. إذن الحين يعني يقتصر الدور على صاحب الفكرة وصاحب المشروع بأنه يتخذ الخطوة الأولى ويتوجه إلى مؤسسة رواد لدعم مشاريع الشباب للاستفادة والمضي قدما في هذا المشروع. نحن سعيدين بوجودك معنا اليوم، وسعيدين صراحة بكل المعلومات اللي قدمتيها لنا وللمشاهدين بالتأكيد. إذن كل الشكر والتقدير للأستاذة أماني شعبان محمد، رئيس قسم التدريب وتطوير الأعمال بمؤسسة رواد. شكرا جزيلا. شكرا لك يا أختي. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة. في أمان الله.